والله عملية يعني دستورية المفروض الكل يشارك بيها. يعني أنا من الناس مؤيدة للعملية. ليش؟ لأنه المفروض يصير تغيير حال، فنتطلع إلى أن يتغير الحال وناخذ فرص أكثر بالحياة وتتمكن الناس من أخذ حقوقها. والمفروض يعني ما ننتخب نفس الأصوات اللي سابقة، يعني شفنا اللي شفناه والناس كلها شافت، فنتطلع إلى وجوه جديدة. أكيد يعني المرأة لازم تاخذ دورها بالمجتمع. بالوقت الحالي المرأة انطلقت بمجالات شتى، فالمفروض بما أن الانتخابات هي حرة، ديمقراطية حرة، لازم المرأة تاخذ دورها بالانتخابات. والله رأيي الكل يروحون ينتخبون، يعني رأيي هذا كل اللي من المواطنين أطلب الكل يروحون ينتخبون، من نساء من رجال قادرين على الانتخابات يروحون ينتخبون. إيه طبعا أنا مؤيدة يعني لترشح نفسها، لأن إحنا الصراحة يعني نريد كادر نسوي يرشح نفسه، وأنا أيدهم لأن أكثر النساء يريدون يعني نساء، لأن شلون مثلا نقدر نحكي معاها كمرأة، المرأة أنا أيد يعني النساء بالعملية الانتخابية.